اهلا بيكم. لازم نفط الاشتباك بين افكار معينه، انه اكيد عمر الست حتى وهي عايز شبابها، لما نقول واحده عندها 35 36 سنه شابه لسه جميله جدا، حاجه لياقه وانوثه، وده شيء عظيم جدا. المبيض بتاعها على فكره في التوقيت ده في حاله قلق، في حاله خطر. المبيض ما بيمشيش سينكرونسلي، يعني بتزامن مع سن المرأة اللي هي لسه في أواسط عمرها ولسه في عز شبابها، هو بيبقى خلاص مبيض ندل جدا في تصرفاته. لكن في أسئلة كتيرة جدا تحيط بهذا المبيض. مخزون المبيض هل هو يعبر عن كفاءة القدرة الإنجابية للست؟ أكيد. طب مخزون المبيض لما يتأثر ويقل، ده معناه ان القدرة الانجابية عند الست بدأت تقل؟ شكلها كده اكيد. طب ده يدعو الى الحقن المجهري؟ يعني لازم لما نلاقي مخزون المبيض في وضعية معينة نقلق ونقرر الحقن المجهري كفيرست ستيب؟ دايما انا بعتقد ان الحقن المجهري مش فيرست ستيب في القرار في معظم الاحيان. ممكن جدا تترك المرأة والرجل مع بعض التظبيطات العلاجية في حالات كثيرة إلى الحمل التلقائي أو الحمل التقليدي. الحال المجري ما ينفعش يكون الفرس، ما ينفعش يكون القرار الأول، صعب إلا في حالات معينة. أعتقد دي واحدة من، أعتقد أنا بفكر معاك يعني لسه ما أعرفش الإجابة. في أسئلة كثيرة جدا، هل في كفاءة مبيض نحددها بمخزون مبيض؟ يعني لما نقول إن تحليل الـ AMH اللي هو تحليل مشهور جدا اللي أنتوا عارفينه، اللي هو الانتي موليريال هرمون، اللي هو تحليل كده بنعمله تحليل دم، بتروح الست لمعمل الاخصاب تقول لهم انا عايز اعمل الاي ام اتش اللي هو الانتي موليريال هرمون. طب ده بتاع ايه؟ معروف ان هو بتاع مخزون المبيض. ده يحدد كفاءه المبيض؟ يعني لما ايه عالي يبقى المبيض ده 100%، ولا لما يكون عالي ممكن المبيض ده ما يكونش 100%؟ اصل واحد يقول ايه؟ اكيد لما عالي المبيض ده 100%. مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ يعني ما هو في حالات ممكن يبقى الـ AMH ده عالي بس البويضات بتطلع يا فرحتي عدد كتير لكن كفاءة قليلة، ولا ايه ولا ايه؟ تعالوا نسأل نفهم الكلام الدقيق الغريب اللي انا قلته ده وكل التوستات في كلامي اللي انا قلته ده مع ضيف العزيز، واحد من نجوم عالم الاخصاب المساعد والحقن المكاري، مبدع دائما في حواره، بستمتع بهذا الحوار المتنوع مع ضيف العزيز الاستاذ الدكتور محمد فوزي مجاهد، استشاري الحقن المكاري وتاخر انجاب اطفال الانابيب بمراكز دار الطب، استشاري تاخر انجاب بمستشفى الابتسامه وهي احدى فروع دار الطب. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور. بص، توستات كتيره جدا في الكلام. انا سالت كل الاسئله ولك مطلق الحريه في الاجابه على كل الاسئله. انا عارفك ان انت حفظت الاسئله كلها. مع زياده الوعي باي شيء او مع ظهور اي شيء وزياده الوعي بيه وبدايه ان الناس تهتم بيه بيبدا ياخد اكبر من حجمه، على ما يبدا الشيء ده تاني يرجع لمستواه الطبيعي وتقدر الناس تحطه في حجمه الطبيعي. مخزون المبيض او تحليل مخزون المبيض هو مثال حي للموضوع ده. بقت السيدات كلها عندها اهم حاجه عندها تحليل مخزون المبيض، فبدات السيدات لوحدها بتروح المعمل عشان تقيس تحليل مخزون المبيض، والأسوأ من ذلك بدأت السيدات تروح تتابع تحليل مخزون المبيض كل شوية، كل شهرين ثلاثة تروح تعيد التحليل. بنشوف ده في الحالات اللي جاية ومعها التحليل بتاعتها، نجد إنها عاملة تحليل مخزون المبيض في السنة 3 أو 4 مرات. تقول أصلا أنا عملته وبعدين حبيت أطمن بعد كده أشوفه بيقل ولا لأ. هو تحليل مخزون المبيض أو الأنتيموليريان هرمون هو هرمون، أو هو اسمه هرمون وليس هرمون، هو بيفرز من المبيض في الدم. هل هو ده له علاقة بكفاءة المبيض؟ لا. أو هل هو ده الشيء اللي بيحدد هذه السيدة هتفرز بويضات قد إيه؟
أو المعتقد الشائع هذه السيدة الدورة هتنقطع عندها إمتى؟ خالص لا. يعني كفاءة المبيض بتحدد بعدة عوامل، منها وأقلها أهمية إن يعني إنجاز التعبير هو تحليل مخزون المبيض. يعني تحليل مخزون المبيض، شكل المبيض في السونار في الموجات فوق الصوتية، حجم المبيض في الموجات فوق الصوتية، تفاعل المبيض مع المنشط، هي كلها عوامل بتحدد كفاءة المبيض. قد يكون أقلها في التأثير أو أقلها أخذا في الاعتبار هو تحليل مخزون المبيض. يعني تحليل مخزون المبيض لو عالي مش معناها ان المبيض ده زي ما انت قلت في الاول هو مبيض ممتاز، او هيكون تفاعله مع المنشط رائع، او هذه السيده فرصها في الحمل رائع. وعلى العكس، ان كان تحليل المخزون قليل فليس معناه ان المبيض ده بالضروره بيفرز عدد قليل من البويضات، ليس معناه على الاطلاق ان هذه السيده في غضون شهور قليله هتنقطع عندها الدوره او هتصل لسن الياس، ليس معناه على الاطلاق ان هذه السيده فرصها في الحمل قليله، وليس معناه بالضرورة أن هذه السيدة هتلجأ لإجراء حقن مجهري علشان تحليل المخزون القليل. شكل المبيض في السونار، تفاعل المبيض مع المنشط، عوامل تانية كتير هتقودنا إلى أن احنا ناخد القرار هذه السيدة هتلجأ لإجراء حقن مجهري أو لا، هي كلها أكثر أهمية من تحليل مخزون المبيض. يعني شفنا ده في حالات كتير، سيدات معها أطفال بتنجب أطفال طبيعي، وهي سمعت من صاحبتها أن هي لازم تروح تعمل تحليل مخزون المبيض، أو زارت طبيب معين وطلب منها تحليل مخزون المبيض ووجد أن تحليل مخزون المبيض عندها قليل للغاية، في حين هذه السيدة بتنجب طبيعي ولا تعاني من تأخر حمل ولا تعاني من ضعف في التبويض. سيدة مرة واثنين وثلاثة بتاخد منشطات، لا يتفاعل المبيض مع المنشط بصورة جيدة، لا تفرز عدد جيد من البويضات، قد تكون تعاني من تأخر الحمل ولديها تحليل مخزون مبيض ممتاز. إذن هو مش العامل اللي هنحدد عليه، يعني ما فيش سيدة هنقول لها أنت هتعملي حقن مجهري علشان أنت مخزون المبيض عندك قليل، ولكن في سيدة هتعمل حقن مجهري علشان فترة تأخر الحمل طالت، في سيدة هتعمل حقن مجهري علشان عندها سبب قاطع يمنع الحمل الطبيعي زي انسداد كامل أو جزئي في الأنابيب أو ضعف شديد في الحيوانات المنوية عند الزوج، في سيدة هتلجأ لإجراء حقن مجهري لأن هي عندها تأخر حمل قد يكون بدون سبب. ولكن تحليل مخزون مبيض، وانا ليه عمال اكد على المعلومه كتير، لان المعتقد الخاطئ ده بيقود بعض السيدات الى السعي في طريق خاطئ، ان هي تبدا تاخد منشطات علشان تحليل المخزون المبيض عندها قليل، وده من اكبر الاخطاء اللي هيكون له دور اكبر في ضعف كفاءه المبيض بصوره اكبر، بصوره كبيره، قد تنهي كفاءه المبيض دي على الاطلاق من الاستخدام المفرط للمنشطات. لان على عكس المنطق او على عكس المتوقع، السيدة التي عندها مخزون مبيض ضعيف او كفاءة مبيض قليلة، الاستخدام الخاطئ للمنشطات معاها هيضعف ليها مخزون المبيض اكتر، او هيضعف كفاءة المبيض اكتر. يعني هذه السيدة حتى لو عندها كفاءة المبيض قليلة ولكن عندها تبويض منتظم، فاستخدام المنشط لن يزيد من فرص الحمل. يعني لو المبيض ده بيطلع بويضة كل شهر، فان انا اديها منشط علشان البويضة دي يبقوا 2 او 3 او 4، ده مش هيزودها من فرص الحمل خالص. إذا لجأنا لحقن مجهري في هذه السيدات ولسبب آخر، يعني إحنا لجأنا للحقن المجهري عشان فترة تأخر الحمل عندها طالت، فالاستخدام المقنن للمنشط بجرعات قليلة نسبيا قد يكون له أثر أكبر في إفراز بويضات من المبيض ده. وأنا دايما بشبهها للحالات، لو أنت عندك موظف أو عامل كفاءته قليلة، لو أنت حملته فوق طاقته أنت مش هتاخد منه شغل خالص، ولكن لو اديته شغل على قد طاقته فانت هتاخد منه الشغل المطلوب او هيؤدي دوره المطلوب منه على قد طاقته، ولكن تحميله فوق طاقته مش هينتج عنه اي مردود. هو يعني مخزون مبيض ضعيف، اعطاءه منشطات بشكل غير منطقي مش ضد المنطق العلمي، ده ضد المنطق اللفظي. تمام، ده المنطق اللفظي، يعني اللفظ الفاظ، يعني اللفظ العربي ضعف مخزون ادي منشط، ده لفظ عربي، لكن في العلم يعني لما تتعمق في الموضوع هتلاقي ان المنشط لن يفيد هذا المخزون الضعيف بل قد يضر. وهو في المطلق المنشط استخدامه محدود. المنشط المفروض استخدامه في حالات ما عندهاش تبويض منتظم، الحالات عندها تكيسات مبيض، فالمبيض ده مش بيفرز بويضه كل شهر الا باستخدام منشطات، او مش بيجي لها دوره كل شهر، فالتبويض مش منتظم، فهتبدا تاخد منشط علشان ينتظم التبويض. ولكن استخدام منشط بدون داعي، يعني البويضه اللي بيفرزها المبيض كل شهر
فيها فرصة حمل تكاد تكون متساوية من الخمس ست بويضات اللي هيخرجوا من المنشط إذا بحثنا عن حمل طبيعي. في حالة اللجوء لحقن مجهري احنا بنستخدم المنشط علشان انا هطلع عدد اكبر من البويضات، علشان انا هطلع عدد اكبر من الاجنة، علشان انا هزرع اجنة وقد احتفظ بعدد اخر من الاجنة، فاستخدام المنشط هنا له دور. ولكن استخدام المنشط الغير مقنن عمال على ما بطال زي ما بيقولوا، قاعدة كل شهر بتاخد منشط، السيدات دلوقتي احيانا بياخدوه في البيت لوحدهم من غير ما تزور طبيب، ورقه بتتصور وبتنتشر، ورقه بتتصور، شريط بتجيبه من الصيدليه، حقن كمان بقوا بيقولوها، ورقه اللي هي ورقه الروشته يعني بتتصور والست متفضله مشكوره بتحطه على جروب العيله او جروب الاصدقاء. انا بنت خالتي اخذت الدواء ده وحملت فانا هروح اجيبه نروح في داهيه كلنا. طيب هل في حاله ممكن يبقى في ضعف مخزون في المبيض ومع ذلك فرص الحمل تبقى طبيعيه زيها زي اللي حالات كتير يعني حالات كتير بتيجي تطلب انها تعمل حقن مجهري علشان هي عندها مخزون المبيض قليل، فقالوا لها لازم تروحي تعملي حقن مجهري قبل ما الدوره تقطع. وده طبيا خاطئ تماما. سيدات كتير عندهم تحليل مخزون المبيض قليل او كفاءه المبيض قليله، قد تتساوى عندها فرص الحمل الطبيعي مع فرص الحمل من الحقن، وقد تزيد فرص الحمل الطبيعي من فرص الحمل من الحقن. فهذه السيدات يجب ان تاخذ فرصتها كامله في الحمل الطبيعي قبل اللجوء للحقن. وإذا لجأنا للحقن مش هيكون علشان مخزون المبيض القليل، هيكون علشان سبب آخر زي زيادة فترة تأخر الحمل أو سبب آخر خلانا نلجأ لأن احنا نعمل الحقن، ولكن تحليل المخزون القليل أو كفاءة المبيض القليلة في حد ذاتها مش سبب علشانه هنلجأ إن احنا نعمل حقن. سيدات كتير سنهم صغير وعندهم مخزون مبيض قليل، وسيدات كثيرة سنهم متقدم وعندهم مخزون المبيض عالي، فمخزون المبيض مش بالضرورة هو السبب اللي هيقود السيدة دي إنها تبدأ تسعى في علاج تأخر الحمل أم لا. تنورتنا وشرفتنا. شكرا. ضيفي العزيز ختم بحوار ممتع هبدأ فيه في لقاء قادم معها، ما معنى إنه المنظومة العلاجية تحب الملف المقدم من الزوجين، يعني تحب الحالة وتتعاطف مع معطياتها وتعيش مع تفاصيلها بشكل من الحميمية الطبية. وأنا بقول للجيل القادم أرجوكم عيشوا هذه الحميمية الطبية في كل فروع الطب، مش بس في الحقن المجهري وفي الإخصاب المساعد، في كل فروع الطب. سيبكم من آلية التعامل مع المريض أو الأسوأ منها تجارية التعامل مع المريض، مخيفة قوي إن أنت تتعامل مع المريض على إنه زبون كلاينت. في ناس كتير دلوقتي بتقول لي يا اخي انت مثالي بتقول كلام صعب قوي، ما هو في الاخر انا فاتح العياده وفاتح المركز، ما انا عايز. يا سيدي القصه فيها حاجه تانية مهمه جدا جدا اسمها الاحساس والإنسانية. ما المريض في كل حاله هديك فلوس، بس في كل الاحوال لازم انت تحس بيه وتحس بمعاناته وتتعاطف معاه. مش شرط ان انت، انا ما بقولش ان انت في حالات معينه هتقعد تبكي مع المريض، ولو ان انا شفت ناس والله في أجيال وصلوا لهذه المرحلة من الإحساس بالمريض، وأعتقد أنه في ناس منا كتير حسوا بيها في أوقات معينة. لكن حذاري هكرر تاني من تجارية التحويل للعلاقة وأيضا الديناميكية اللي شبه الإنسان الآلي في التعامل مع الزوج والزوجة أو في أي فرع من فروع الطب. ضيف العزيز القيمة العلمية القديرة الأستاذ دكتور محمد فوزي مجاهد، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب بمراكز دار الطب، واستشاري الإخصاب المساعد بمستشفى الابتسامة واحد فروع دار الطب. كعادتك بتنور وبتشرح حاجات رائعة بأسلوب مميز للغاية على المستوى الأكاديمي. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا. نورت الدكتور. شكرا. خليكم مع الدكتور.